جاي نعاني احنا من مشكلة الجانب الإيراني. الجانب الإيراني سبقا وإن كان عندنا احنا هنا اللي ساحة التبادل اللي موجودة، فكنا حيل مرتاحين هنا من ضمن التجار القدام اللي موجودين أو استيراد مواد غذائية. فهل هالفترة هاي اللي موجودة أو قبل هاي الفترة جاي نعاني من هواية مشكلة. أول شيء اللي جاي يدخل السائق مالتنا اللي جاي يحمل الحمل مالتنا المواد الغذائية جاي يطلبون من عنده بهواي أمور، جاي يأخذ يعني بالبسيط من هناك حمل مالته الإيراني الجانب الإيراني، إذا ما يأخذ من عنده يأخذ من عنده 200,000. 200,000 شنو نعرفها؟ ما ندري بيها شنو 200,000، ما نعرف كل أمور 200,000. والله يقول رسوم وجباية وكذا وأمور بدون أي وصل. الإيراني جاي يسوي تأخير على دخول السيارات، وهاي البضاعة كلها مواد غذائية حاسبة للتلف، والإيراني يوميا يدخل لسيارة يوقفها سيارات الباقيات، السيارة يوصل الازدحام وين يعبر. احنا الإيراني جاي يذلنا، لازم احنا الساعة تصير يمنا، احنا المنفذ منفذنا، والإيراني يتحكم بينا وبعملنا. هواي اكو شغلات جاي ياخذها من عندنا، الريد هجي وشغلات، وهاي السواق اذية جاي يذلون السواق. اول شيء يدورون المواد الغذائيه تلف، هاي راح تصير علينا. الخضره البرادات الطب متاخره، هاي خضره تنتلف للليل تدخل لنا الزرع مالنا، يمتى يوصل للعلوه يمتى ينباع؟ 200,000 ما نعرف منا ومنا رشاوي ياخذون من عندنا. ليش احنا هاي عندنا ساحه متوفره وكبيره واحسن من الساحه الايرانيه مشروعنا هذا. خصوص موضوع ساحه التبادل التجاري، صراحه احنا نريد اليوم دعم من الحكومه العراقيه، دعم قوي صراحة من العراق البلد المستورد. البلد المستورد أكيد يصير لازم بساحته ساحة التبادل، مو بالجانب المصدر. هذا نظام عالمي يعني مو بس العراق.